بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ مع حضراتكم سيرة وتاريخ المسيح الدجال موسى السامري منذ ولادته وحتى الآن، مستعينا بالله العلي القدير، ثم بعدة مصادر أولها كتاب الخيوط الخفية بين المسيح الدجال ومثلث برمودا والأطباق الطائرة، للأستاذ الدكتور محمد عيسى داود، أحب أن أبدأ بالإهداء الخاص الذي وجهه الدكتور داود في مقدمة كتابه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حذر البشرية كلها من الشر متجسدا في مخلوق هو المسيح الدجال، أو بلفظ آخر المسيح الدجال، فلم يقل صارخا في سمع الزمان: يا أيها المسلمون، ولا يا أيها المؤمنون، ولا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نادى في البشرية جمعاء، بل في الثقلين من الجن والإنس: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ويقول الدكتور داود: أعلم أن هذا العنوان طويل لا يناسب عرف الناشرين والكتاب، ألا يتجاوز العنوان 5 كلمات إلا عند الضرورة، لكن ليس لي يد في هذا، فقد فرض هذا العنوان نفسه علي لتناسبه مع الحياة الطويلة للدجال والتي امتدت من قرون إلى قرون. هيا نمسك بالخيط من أوله ونحاول موازنة السير بين الهويني والتعجل، لأن حربه حان موعدها ونحن في شوق وطوق لنهاية الفتنة الكبرى ونهاية الرجل الذي خطط لإذلال المسلمين وحرك الدمى من وراء الستار ببراع. وأعلم أن ما أكتبه لم يكتبه بفضل الله أحد قبلي، لا لأنني المفكر الأوحد أو الكاتب العبقري، إنما هو ثمرة بحث وتدبر وأصفار ومخاطرات، وما أكتبه أعارضه ولا أفرضه. نحن الآن في بلد يسمى السامرة، في رحلة على طريقة الفلاش باك، العودة إلى الخلف زمنيا، وهو بلد صغير في فلسطين والذي أصبح فيما بعد بلدا كبيرا في عهد داود وما بعده، بل عاصمة مملكة إسرائيل المنشقة على ما ترك سليمان، هذا من قبل ميلاد موسى عليه السلام بما يقرب من نحو قرن من الزمان. ولد لرجل وامرأة يعودان إلى نسل يهوذا بعد 31 سنة زواجا. ولد هو أضر شيء لهما كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عينه ولا ينام قلبه. ففي مسند أحمد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نصه: يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد،
ثم يولد لهما غلام أعور، أضر شيء وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذه الأسرة من عبدة الأوثان، الأب، الأم، الأجداد من قبل، فقد كانوا يعبدون وثنا على هيئة بقرة، وهو في الواقع الفعلي ليس مجرد تمثال لبقرة، إنما هو شيطان مريض متلبس بصورة التمثال البقري، وكانوا يذبحون للوثن وما يذبحون في الحقيقة إلا لشيطان، ويضعون القرابين يوميا من الذبائح والخمور، ويقدمون فروض الولاء والطاعة، ويصبحون فلا يجدون أثرا لهذه الذبائح، ولا يجدون في الأواني إلا آثارا متبقاه من الخمور. فظنوا أن هذه علامة الرضا من الآلهة عنهم، وكان طلبهم اليومي بلا ملل أن يرزق الأولاد، حتى أراد الله عز وجل حملا للمرأة المولودة من زنا المحارم، من زوجها المولود من زنا المحارم. وكان الشيطان ينطوي على إحليل الرجل الوثني كلما جامع زوجته فيجامع معه، والتقت هذه المياه المنوية الإنسية والشهوانية الحاقدة الجنية على أمر قد قدر. وفي ليلة مروعة من الرياح والثلج والمطر، سمع الرجل والمرأة صوتا صادرا من جهة صنم البقرة الوحشية يخبرهما أنه راض عنهما، وأنه أمر الملائكة أن ترزقهما ولدا، فإن لم يكثر من طاعته والصلوات له وإراقة دماء الذبائح له أبدله بأنثى. فسجد له، إنهما يريدان الولد، فأمرهما أن يذبحا له بقرة ضخمة ويدعاها أمامه ولا يدخل عليه طوال الليل. إن هذا الشيطان تلاعب بهما كما يشاء، فهو من جهة يبصر ما لا يبصران، لأن الجن ترى ما بداخل جسد الإنسان كأنما عيناه أشعة إكس، فرأى الحمل في بدايته، ولأنه لا يعرف ماذا سيكون ذكرا أم أنثى، ويعرف شوق الرجل لولد يحمل اسمه وشغف المرأة بأن ترضي رجلها، عزف على هذا الوتر بأنه ولد. فإن شاء الله رب العالمين وكان المولود أنثى، أخبرهما الخبيث أنهما لم يرضياه، أو أنهما نافقا فيه ذبائحهما، أو رأي الناس، والمسألة ليست صعبة، فالجن يعشق الكذب والتزوير والتمثيل عشق ابن آدم للماء البارد في يوم حار ملتهب. إن هذا الكلام لا أقوله من عنديات نفسي، إنه مذكور في نقوش ومخطوطات صخرية في بلدة إربد بالأردن، ومع الزمن سرقت النقوش والصخور الأثرية التي عليها هذه المدونات وغيرها، ولا يعلم أحد أين اختفت أو ذهب بها، لكن بقيت الرواية في أذهان بعض العلماء الذين تواتروها عن أجدادهم بالشام، وأنها كانت معروفة في أزمنة السابقين، حكاية ولد جاء بعد 30 سنة زواجا بلا إنجاب، وتواتروا أنه كان معيب العينين منذ الميلاد، وأنه كان ينام الليل والنهار، وأنه نادرا ما كان يستيقظ ليمص مصة لبن من ثدي أمه الفرداخية، أي عظيمة البدن والثدي، وهو مصداق ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أسرة الدجال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه طويل ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه فرداخية أي كثيرة اللحم سمينة البدن طويلة اليدين عظيمة الثديين. ولأن ولدها لا يرضع منها أصيبت باحتباس اللبن، مما سبب لها حالة من التسمم ماتت على أثرها.
فكان الولد أول ما كان شؤما على والدته وأضر شيء لها، كما أخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. والمفاجأة أن الولد مكث على هذه الحال عدة سنوات لا يتحرك إلا نادرا، حتى ظنه والده مشلولة وأن الآلهة غاضبة عليه، فكان يقدم لها كل فروض الولاء والطاعة والولد كما هو. وفجأة تحرك الولد في ليلة، برغم أنه لم يمشي طوال حياته التي بلغت 4 سنوات، فقد كان والده يقدم له لبن الماعز ويحاول إيقاظه وإقعاده، فكان يتناول شربة أو شربتين ثم ينام مرة أخرى. ولم يكن والده يطمئن أن الولد حي إلا بوضع يده وأذنه على وجيب قلبه، فيجد القلب حيا نابضا. نعم يا رسول الله، تنام عيناه ولا ينام قلبه. تحرك الولد فجأة ووالده نائم إلى جواره، وأخذ يحبو ويحاول أن يقف على قدميه ليمشي بعدما صار على 4 كالحيوان، يديه ورجليه، وإذا به ينتصب على قدميه ويمشي الهويني دون أن يشعر به أبوه، كأنما روح أخرى متدربة حلت به وأجبرته على النهوض. وما هي بروح، إنما هو جني متشيطن. إن الطفل معيب العينين سكنه شيطان البقرة وذهب به إلى التمثال، وتركه مرة أخرى لينام إلى جوار التمثال، واستيقظ الرجل ليجد طفله راقدا في حضن الآلهة، فحاول أن يفهم لكن أنى له الفهم. فنادى جيرانه الذين لم يصدقوه واتهموه أنه هو الذي حمله ووضعه هنالك، لأن هذا الطفل مقعد أشل، وأتى الكثيرون ليروا هذا الطفل المعجزة وليتلمسوا البركات منه. لكن عيون الحاكم لم تترك الأمر هكذا، فذهبوا بأبي الطفل إلى حاكم المدينة الذي أجبره على الاعتراف بالحقيقة كاملة وأنه هو الذي حمل طفله، لكنه أصر، فأمر الحاكم أن يجلد الرجل ويسجن مع الفئران. ثم إنه لا إله سوى الحاكم الأعلى بالبلاد، وقامت حملة لإعدام كل من يضبط متعبدا للبقرة. ولما رأى الرجل صنوف العذاب اضطر للكذب، وأعلن أمام الحاكم وأهل بلدته أنه لا إله إلا الحاكم، وأنه لا يضر ولا ينفع سواه، وأنه حامل البركات وموزعها وحده. فأمر الحاكم أن يخرج الرجل من سجنه وأن يتحفظ على ولده، فلا يبرح قصر الحاكم، فكان الولد أضر شيء لوالده، سجن أبوه وعذب ثم فقده للأبد. وشاعت حكاية الولد المعجزة أو الولد الأعجوبة، وأصبح يسمى عجوبة السامرة، وأشاع الحاكم أن الولد يسكنه شيطان، فكان يأتي بالسحرة والكهنة يقيمون حوله طقوسا لإخراج الشيطان منه، فالشيطان يريد زعزعة عرش الإله. وكثر اللغط كعادة سائر المجتمعات في أي قضية أو حادثة، وقال أحد متفلسفي السامرة أن هذا الولد سامري بحق، والحرفان راء وهاء كان يعنيان قديما البلدة، فهي بلدة سام، لأن سام بن نوح هو مؤسس السامرة بعد الطوفان. وكان في طفولته لا يتحرك كثيرا، حتى جاء ملك وعلمه كيف يحرك رجليه، وهذا الولد لجده سام، فلم يصدقه أحد واتهموه بالجنون. لكن البعض أصبح يردد الرواية على سبيل الدعابة، حتى غدوا لا يسمون الطفل إلا باسم سام الصغير ابن سام الكبير. لكن الحاكم أمر أن تخرس هذه الأصوات، وإلا وما بعد إلا، دائما في لغة أهل الحكم إذا هددوا هو السيف. وأمر أهل الإعلام والأخبار عنده
أن يفرضوا على الرأي العام عند الحديث عن هذا الطفل دائما تكنيته باسم السامري نسبة إلى البلد لا إلى أي أحد. فمات أبوه بما يشبه الذبحة الصدرية المتكررة، فكان ابنه سبب مقتله بلا أي شر يصيبه سوى من ابنه أو بسببه، فهو أضر شيء وأقله منفعة لأنه لم ينفع أمه وأباه إلا بفرحة الميلاد فحسب، ثم هو لن ينفع أحدا بعد هذا على الإطلاق لأنه كله شر، وإنما نفعه في بيان الخير من الشر كفتنة للناس، وهو نفع غير مقصود منه، إنما هو بقدر الله وإرادته. وبقى الطفل الصغير في رعاية الحاكم بقصره، وبعد سنة مضت، أي وهو ابن 5 سنوات، بدأ الطفل يستيقظ من سباته العجيب ويتحرك نوعا ما، ويحاول التكلم مع أهل القصر بالتأتأة والحروف المقطعة، وكانوا يرون في عينيه عيوبا كثيرة، حاولوا أن يعالجوها لكن أطباء القصر انتهوا إلى رأي قطعوا به، فأخبروا الحاكم أن هذه العيوب لن تعالج وأنه خلق هكذا ليحيا هكذا. وما هو إلا شهر واحد أو قرابته وأهل البلدة نائمون إذ أتاهم الصريخ الإلهي لأنهم أهل زنا ولواط كأهالي سدوم وعمورة، وأراد ربك أن يكيد لهم فأمهلهم حتى حقت عليهم كلمة الله بالعذاب، فآتاهم العذاب من حيث لا يحتسبون، فأمر الله جبريل الأمين أن يخسف بهم الأرض كأهالي سدوم وعمورة، إلا طفلا صغيرا في قصر الحاكم عليه أن يحمله إلى جزيرة في بحر كبير يسمى بحر اليمن، وهذا البحر له شأن في أمور المستقبل، وأن يتركه وحده في الجزيرة على أن يزوره كل حين بأمر من الله ليمنحه الرعاية والحنان والطعام والماء، ليعود الطفل إلى سابق عهده من النوم الطويل وقلة الحركة، على أن يعود جبريل ويدمر البلدة ويجعل أعاليها أسافلها، وتمت كلمة ربك بالحق على الكافرين، ويعود جبريل بطعام من أرض الله إلى الطفل الوحيد منفذا لأمر الله دون سؤال أو استفسار، فيمن الله عليه بقوله يا جبريل هذا الطفل عبدي، لكنه يكون متألها يعبد في آخر زمن الأرض، وأبعث عليه من يسومه سوء العذاب ويقتله في موعد لن يخلفه، عبد لي يكون نبيا في زمن ويصبح وليا بلا وحي في بدء آخر الزمن. الذي رب السامري هو جبريل، فإنه قال بعد ذلك بصرت بما لم يبصروا به، فأخذت قبضة من أثر الرسول، يعني جبريل كما يقول بعض المفسرين، قالوا لأنه كان يعلمه. أما الجزيرة التي سكنها الطفل فإنها جزيرة كانت تسمى جزيرة الثعبان الرهيب والدابة الهلباء، لأن أسطورة أحاطت بها أنه لا يدخلها أحد أو يرسو عليها إلا مات من ثعبان طوله مئات الأمتار، ودابة هلباء أي كثيفة الشعر لها لسان يتحدث بكل لغات الأرض، وهي الحاكم على الجزيرة، والثعبان هو حارسها وهو أعمى، وهي التي توجهه وهو خاضع لها خضوع الخاتم للإصبع. والجزيرة صغيرة كأنها مجموعة صخور اجتمعت معا لتشكل أرضا مليئة بينابيع الماء العذبة ومليئة بالأشجار الكثيفة المتشابكة والخيرات المتناثرة من زهور ونباتات وأشجار تفاح أصفر اللون غريب الهيئة، كأنه رؤوس جن حلوة الخلقة والتناسق، لا كرؤوس الشياطين بشعة الخلقة ممسوخة المنظر. وجو الجزيرة أي مناخها دائم الدفء والأمطار، وهذه الجزيرة تقع في المحيط الهندي خلف اليمن، وكان الجزء المليء من البحر بالجزر المتناثرة القريبة من اليمن يسمى بحر اليمن، وليس هو الخليج العربي
كما اعتقد البعض. أما جزيرة الطفل فكانت معزولة بعيدا عن هذه الجزر، وتتبدى من بعد كنجم تائه عن سلك نجومه، أو قمر خرج من مدار مليء بالأقمار فشذ لأمر مقدور. ومن عدة مخطوطات من أثمن وأندر ما يكون على وجه الأرض يمتلكها أحد العلماء بالقدس الشريف، يمكن أن نواصل الرحلة عبر الماضي حتى نصل إلى الحاضر. وبدأ جبريل الأمين عليه السلام يروح ويغدو إلى هذا الطفل الوحيد، ودون أن يرى الطفل جبريل عليه السلام، لأنه أولا غير مهيأ كبشر أن يرى الملك إلا بإذن الله، ثم هو دائم النوم كأنه من أهل الكهف. وفي يوم بلوغ الطفل 8 من العمر بدأت عيناه تستيقظان مع قلبه، فكان لا ينام إلا قليلا. وكان في الفترة الآنفة كلما استيقظ وجد الطعام الشهي والماء العذب في أوان إلى جواره، فيأكل ويشرب وينام. لكنه أصبح الآن يقف ويتحرك ويعي ويدرك، ويصطاد السمك من المياه بهمس يسمع صداه ويفهم معناه واضحا في أذنه، كأنه نداء غريزي: افعل كذا ليكون كذا. ويبدو أنه همس ورعاية جبريل عليه السلام لهذا الصبي. وعاش الصبي حياة البدائية اللذيذة كأنه روبنسون كروز في رحلته، هذا إن لم يكن مؤلف روبنسون كروز قد استوحى قصته من ميراث العرب والمسلمين حتى عن عدوهم، أو كأنه فيروز الصغيرة وحدها في جزيرة الذهب والعجب. وأخذ الصبي يتجول في الجزيرة بين الدهشة والاستغراب والخوف والحذر والإقدام والشجاعة والتخفي والوقاية. إن الجزيرة كلها طيور وحيوانات، وبدا كأنه ملك الجزيرة، ولم يكن بين هذه الحيوانات أي حيوان شرس أو مفترس، اللهم إلا ثعابين زاحفة تسبح من البحر إلى الجزيرة. حتى فوجئ يوما في دجواله بدابة عظيمة الحجم كثيفة الشعر، لها عينان بارزتان كأنهما حدقة بقر جاحظة. وإذا بالدابة تقول له بلغة فهمها جيدا: أنت الطفل الذي أنجاه الله عز وجل من الخسف بأرض السامرة، ورفعك منها جبريل العظيم، وأتى بك إلى هنا ورعاك بالمأكل والمشرب، فلا تخن عهد الله، فإن كل ابن آدم زرع الله في قلبه الإسلام له والإيمان به ما داموا على الفطرة، وأنت وحدك فلا تكن إلا مسلما مؤمنا برب الكون الواحد الأحد. ثم أشارت له بأن يتبعها إلى لوح من الحجر فيه حروف باللغة العربية الفصحى، وأخذت تلقنه الحروف حرفا حرفا وهو يردد وراءها، ثم أومأت إليه بأن يتبعها إلى لوحات صخرية وحجرية أخرى مليئة بكلمات ورسائل. العبارة الأولى: لا إله إلا الله. والثانية: الله واحد لا شريك له. والثالثة: أنت رباك جبريل الأمين. وموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. يعني يقصد بموسى الثامنة بتاع العز. فلا تكن خائنا لعهد الله. والرابعة: أنت وحدك في هذه الجزيرة. والخامسة: كل واطعم كما تشاء من رزق الله، ونم كما تشاء، واعبد الله على كل حال بتسابيح الوحدانية له، وهي صلاتك المفروضة عليك، وهي: الله الملك، الله الأحد، لا والد له ولا ولد، الله الأكبر، الله الأعظم، الله الملك. والسادسة: كن يا رجل الغد ابن اليوم، ولا تكن رجل الغد في هذه الجزيرة في أي يوم. والسابعة: كتب فيها: لا كتاب لك إلا ما يأتيك به آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم
في بداية آخر الزمن، فإن آمنت به فأنت رجل الغد المؤمن بالله، وإن كفرت به كنت رجل الغد الموعود بعذاب الله، وإنك حاضر نبيين مسلمين لله، وكل الأنبياء مسلمون لله. فإن آمنت بما آمنا به يسر الله لك الإيمان بالخاتم لمن سبق والعاقب لمن راح، واسمه محمد الأمين، يخرج نبيا ورسولا في الأميين، ويهاجر إلى شجر ونخل وعيون وآبار عذبة الماء طيبة التربة. فإن كذبت بمن سبق محمدا فإن الله يغلف قلبك بغلاف الرين الأسود، فيصبح قلبك أسود مربادا مجخيا كالكوز المليء بالأوحال فوق مرآته المنيرة، فلا يرى قلبك النور ولا يرى عقلك إلا نفسك، كهذا الملعون المطرود من رحمة الله إبليس الرجيم ساكن البرمود القديم، فتكون له قرينا ويكون لك مقارنا، وساء قرينا لمقارنه أن يكون الملعون المرجوم والملعون المنبوذ الذي لا يمس حتى حين في دار واحدة في بحر ورياح، وغد لا يرحم الله فيه المطرودين من رحمته. كن يا ابن الجزيرة الوحيد الذي رباه عظيم ملائكة الله مؤمنا بالله وملائكته ورسله، وإلا فإنك في شر ويكون لك سجن 1000 عام، نذيرك فيها وبشيرك تكذيب عرب مكة للنبي الأمين ومهاجره إلى طيبة الطيبة أرض الشجر والنخيل، ويكون لك يد عليا يوم يقطع نخل بيسان في بلد إسراء النبي العربي ومعراجه، وماء يفور وماء يغور في أرض زغر وطبرية، وحرام عليك يومها أن تدخل مكة كرمها رب العالمين، ولا طيبة إلا في بقعة أحد وهو جبل أحب الله فأحبه الله، ولا قدس الإسراء والمعراج لخاتم الأنبياء. وهذا علم الله لك كتبه جبريل أمين الوحي، وترك لك أثرا إلى جوار الصخر خاتما من أمين الوحي جبريل الأمين رسول الله رب العالمين.